مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد، ومع النص الوظيفي عدنا إلى المدرسة من كتاب اللغة العربية في رحاب اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي. اليوم عدنا إلى مدرستنا في الساحة الفسيحة. التقينا بصديقاتنا وأصدقائنا وعمت الفرحة الجميع. مرحبا بك يا إناس. أهلا بك يا شكيب. كم أنا سعيدة بلقائك. هيا نبحث عن باقي صديقاتنا وأصدقائنا. انظري، هذه سهام وهذا مماد. تصافح الجميع ورحبت بنا المديرة واستقبلنا أساتذتنا. اصطف الجميع لتحية العلم وترديد النشيد الوطني. ها قد عدنا إليك من جديد يا مدرستنا، يا مدرستنا. وفي الصورة النشيد الوطني على الحائط، والتلاميذ يتصافحون ويتحدثون ويلتقون ويتعارفون. وفي الخلف يوجد المدير أمام الإدارة، المدير ومعلم ومعلمة. وفي وسط الصورة يوجد العلم المغربي. اقرأ يا ضحى. يوم عدنا إلى مدرستنا في ساحة فسيحة. التقينا بصديقاتنا وأصدقائنا وعمت الفرحة الجميع. مرحبا بك يا إناس. أهلا بك يا شكيب. كم أنا سعيدة بلقائك. هيا نبحث عن باقي أصدقائنا صديقاتنا وأصدقائنا. انظري، هذه سهام وهذا مامادو. تصافح الجميع ورحب بنا المدير. ورحبت بنا المديرة. واستقبلنا أساتذتنا واصطف الجميع لتحية العلم وترديد النشيد الوطني. ها قد عدنا إليك من جديد يا مدرستنا، يا مدرستنا. اقرأي. عدنا إلى المدرسة. اليوم عدنا إلى مدرستنا في الساحة الفسيحة. ما معنى الفسيحة؟ هي ساحة الواسعة. شاسعة، واسعة، فسيحة. التقينا بصديقاتنا وأصدقائنا وعمت الفرحة الجميع. مرحبا بك يا إناس. أهلا بك يا شكيب. كم أنا سعيدة بلقائك. هيا نبحث عن باقي صديقاتنا وأصدقائنا. انظري، هذه سهام وهذا ماماد. تصافح الجميع ورحبت بنا المديرات. ورحبت بنا المديرة.
واستقبلنا أساتذتنا واصطف الجميع لتحية العالم وترديد النشيد الوطني. ها قد عدنا إليك من جديد يا مدرستنا. أينما مادوا في الصورة؟ أينما مادوا في الصورة؟ نعم حسن جدا. إلى اللقاء يا أصدقائي، إلى فرصة قادمة وفيديو آخر إن شاء الله.